أول شيء الحمد لله رب العالمين، ما كانت أبدا بطولة سهلة، كثير صعبة بطولة عالم. الحمد لله قدرت أجيب ميدالية فضية، كان بإمكاني أجيب ذهبية، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بالنسبة للمستقبل إن شاء الله في بطولات عالم، بطولة عالم كمان شهر جماعي إن شاء الله، أمل نجيب كمان ذهبية ونكرر الإنجاز تاعنا، وإن شاء الله نستعد للسنة الجديدة وبطولة عالم للرجال في آخر السنة الجاية إن شاء الله، وكل الدعاوي لنا والحمد لله رب العالمين.